تجمع عائلي لتأييد اللائحة للنادي ولمصلحته ولمصلحة الأعضاء كلها. ضروري عشان احنا يعني متفاعلين مع كل الأحداث اللي بتحصل في النادي ولمصلحة النادي برضه. بعد التعديلات كويسة جدا كلها، يعني سدت الثغرات اللي كانت موجودة. لازم طبعا كلنا نبقى موجودين ونحتشد عشان تأييد اللائحة بصفة نهائية وتبقى وننتهي من الموضوع ده. يعني لازم نتجمع كلنا ويبقى لنا دور ونأيد اللائحة لمصلحة الأعضاء وللنادي. والله احنا عاملين تجمع فريق صباح عشان نؤيد ونساند كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. فهي دي يعني انا بوجه رساله من هنا لجميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او اعضاء الجمعيه العموميه، ان هم يشاركوا في التصويت اللي هو بتاع يوم 28/9 ان شاء الله. دي حاجه ما حصلتش في اي نادي تاني. ده بيدل على القيم والمبادئ والحاجات الكويسه بتاعه النادي الاهلي، وده شرف لينا احنا كأعضاء نادي أهلي. بنقول ان فعلا كابتن محمود الخطيب رسخ المبادئ والقيم بتاع الزمان. ما هو لازم يكونوا مشاركين، لازم 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 نبقى أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية المصرية كلها ان شاء الله بإذن الله. يعني التجمع النهارده فريق الصباح، ان احنا جايين هنا نساند مجلس إدارة في اللائحة التنفيذية الجديدة، لأن يعني مش ممكن أن حد يقبل النادي الأهلي، نادي بحجم النادي الأهلي وعراقته وتاريخه، أن يبقى ليه لائحة استرشادية يمشي بيها. فالنهاردة النادي الأهلي هو بيصنع لائحة بتاعته من وسط أعضائه ومجلس إدارة، فإحنا جايين بنعلن مساندتنا لمجلس إدارة في اللائحة التنفيذية للنادي الأهلي، دي ما نبع من داخل أعضاء النادي الأهلي. لابد أن حضور النادي الأهلي يبقى في حضور مكثف عشان نعلن الكفة أن أعضاء النادي الأهلي هم اللي بيختاروا اللائحة التنفيذية الخاصة بيهم، وما فيش لائحة استرشادية نمشي عليها. فالحضور المكثف ده لابد أن احنا نحضر بأكبر عدد ممكن عشان نوضح للناس كلها النادي الأهلي اللي بيحكمه أعضاؤه ولائحته نبع من داخل أعضاء النادي الأهلي. فريق الصباح احنا دايما على طول متواجدين في النادي الاهلي، داعمين لمجلس اداره النادي الاهلي، بنبحث دائما عن مصلحه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي ومبادئه وقيمه. فريق الصباح احد الداعمين الاساسيين في النادي الاهلي في وسط الاعضاء هنا ولمجالس ادارات النادي الاهلي. احنا عضو فريق الصباح واسره النادي الاهلي، ده احنا منها طبعا، وكلنا بنشجع اللائحه لان هي يعني الحمد لله احسن حاجه ان هم عملوها الديمقراطيه، بحيث ان هم اصدروا اللائحه اللي هي المشروع ثم تم تعديله وفقا لاقتراحات ومقترحات الاعضاء، وبالتالي دي طالعه فيها يعني صدرت بعد كده كاملة متكاملة. يعني عايزة أقول إن كل لازم يشارك في الموافقة على لائحة النادي الأهلي، ده يعني حاجة جميلة وحاجة جديدة وكلها فايدة للأعضاء، وإن شاء الله بالتوفيق لأربع سنوات إن شاء الله وبإذن الله. الجمعة الجاية لازم الحضور، يلزم على كل عضو الحضور وإبداء الرأي سواء بالقبول أو بالرفض. بس أنا من هنا من موقع النادي الأهلي ومن موقع دراستنا للائحة، أنا بنادي أن كل يوافق على اللائحة على أساس أن هي كلها صدرة لصالح الأعضاء. والله إحنا بنعتبر نفسنا عيلة. فريق صباح أنا مشترك فيها بقالي حوالي 25 سنة، بنعتبر عيلة واحدة، ودايما دي بتمثل لنا أسرة الأهلي كلها، ودايما بنلتقي في المناسبات السعيدة، ومن ضمنها مناسبة النهاردة بتاعت إن شاء الله الموافقة على اللائحة بإذن الله لتعتبر دستور للنادي الأهلي، ويبقى كلنا في يعني في ظل أسرة الأهلي الواحدة إن شاء الله. ده مهم جدا لأن كلنا عايزين نقول إن إحنا أسرة واحدة، وإن النادي الأهلي ده بيمثل لنا حاجة كبيرة جدا، وبندعو طبعا كل الأعضاء وزمايلنا إن هم ييجوا يحضروا الجمعية إن شاء الله. والله فريق الصباح ده أحلى فريق في الحقيقة. أنا طبعاً كان ليا الشرف إن أنا أنضم فيه يمكن مثلاً من 10 سنين، وكنا مواظبين جداً على طبعاً الحضور الصبح، وبنلعب شوية رياضة، واجتماعي جداً جداً على قد ما هو بيجمع الناس، والناس بتبقى يعني محتاجة جداً للحاجة الاجتماعية ديت. فالحقيقة الفريق ده فعلاً أنا بعتبره يعني أحلى حاجة في نادي الأهلي، ودي حاجة جميلة جداً طبعاً النهاردة، وبيشرفنا طبعاً مجلس الإدارة، دي حاجة برضو عظيمة، بنحرص جداً إن احنا نكون معاهم. والله أنا شايفة إن احنا بنمشي بخطة كويسة جداً، وعلى قد
قد ما نقدر وعلى قد احتياجاتنا هنا في النادي. في الحقيقة هما بيبذلوا كل مجهود وفعلا يعني ما بيتأخروش أبدا عن النادي بتاعنا، يكون فعلا هو نادي القرن وهو أحلى نادي بإذن الله. طبعا احنا لازم كلنا ده بنأيد الناس اللي معانا كلهم، ان احنا طبعا معاهم في كل حاجة، خطوات إيجابية بيعملوها للنادي لصالح النادي ولصالح الأعضاء، فمنتأخرش عنهم أبدا. بالنسبة لفريق الصلاح طبعا يعني هو طبعا فريق غني عن التعريف ودايما سباق في أي حاجة يجي يحضر ويدي صوته، وإحنا كلنا عندنا إيجابية جامدة جدا في النادي والفريق بتاعنا ومجلس الإدارة بتاعنا، وإن شاء الله كلنا هنكون موجودين بإذن الله. فريق الصلاح عموما هو داعم أساسي لمجلس محمود الخطيب، لأنه هو ممثل جيد جدا للنادي الأهلي، وبيمثل كرامة الأهلي، عزة الأهلي، عائلة الأهلي، الأهلي الحقيقي من أبناء الأهلي، وإن شاء الله هنشوف تقدم على إيده يعني إن شاء الله. لا، اللايحة رائعة، واللايحة حتى كانت عليها ملاحظات، وإحنا قدمنا ملاحظات وناس كتير جدا قدمت ملاحظات، تقريبا كل الملاحظات اتعملت واصدرت. لا، الحضور الجمعة الجاية ده أساسي، دوت اللي بيبين أنت مسؤوليتك تجاه ناديك. هل أنت ليك فعلا مسؤولية تجاه ناديك، مسؤولية تجاه لائحتك، أنك تحكم بنفسك ولا تحكم بلائحة خارجية؟ أنت أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط ومصنف عالميا، فلازم يبقى ليك لائحة خاصة بيك تحكم بيها، وده مش هيكون إلا إذا أنت جيت وشاركت برأيك أو لا، ده شيء يخصك. وشكرا.